حقق هدف لم يصل إلى قليل من المطربين العرب بعد ما تمكنت أغنية أنت معلم من تحقيق انتشار واسع ونجاح هائل. أنت معلم أغنية استثنائية ومغنيها فنان موهوب ومميز. معانا اليوم المعلم نفسه سعد المجرد. نعيشوا في الهنا صرخي وضحكي ونغيروا في الحالة شرطي وخلاني يمكن زاني البعد عالي واش تيه حبيبي بحبي نشوفوا لي مالي تيتو قتلوا كلوا لي مالي حبيبي بحبي نشوفوا لي مالي. المعلم نفسه معانا. اوه ثانكس. كم مرة الناس بتقولك معلم دلوقتي؟ بزاف بزاف معنى بزاف يعني هو كتير. يا ترى كنت عارف لما تطلع بالأغنية دي إن كل حد هيقولك يا معلم؟ ما كناش متخيلين صراحة. ماشي الهدف هو هذا. يا سلام أكيد. والله العظيم مش الهدف إنه الناس تقول لي المعلم، لا كان الهدف إنه نعمل song fun song different colorful happy positive energy. وأصبحت المعلم في نفس الوقت. احكي لي عن الأغنية، يعني شافت نجاح كبير جدا، وبالنسبة لك بالذات مع الشباب العرب وفي كتير محبين، ما معنى هذا كله بالنسبة لك؟ هذا شرف كبير أنه الناس تحب الأغنية ديالي وتحب الكلمة اللي كان اختار أنا. وإن شاء الله نتمنى دائما نكون عند حسن ظن العالم، جمهور العالم العربي كله. بس بالنسبة لك زي ما انت قلت الأغنية فيها طابع جديد ومختلف وشبابي وروح مختلفة. طبعا كاين، انا مش وحدي يعني، كاين تيم، اتس تيم ورك. كاين مخرج رائع جدا والاسم ديالو أمير رواني، كاين جلال الحمدوي صاحب الفكرة صاحب الكونسبت معلم، وهو كاتب وموزع وملحن هذه الأغنية، ففنان ما شاء الله عليه رائع. و يعني هذا يعني شيء كيفرحنا وكيفرح المغاربه كلهم انه الاغنيه تنتشر وتوصل لكم في مصر وتوصل لبنان وتوصل، هذا شيء يعني رائع جدا. لا معلم مهمه قوي عندنا في مصر، احنا كلنا معلمين في مصر. الله يحفظك طبعا، الله يبارك فيك. وبالنسبه يعني انت عندك شهره من اغاني مختلفه، سلينا وانتباهيا، يعني ايه اللي بيميز الاغنيه دي في نظرك انت معلم؟ معلم اي ثينك لانه كلمه متداوله جدا في الشارع العربي، فهذاك الشيء علاش هذا تسواي كله تقبل هذه الاغنيه بسرعه وحفظها بسرعه، لانه المعلم يقولها المغربي والمصري ومتداوله يوميا في الشارع، خصوصا في الشارع العربي الشعبي خصوصا. انت جاي من عائلة كلها فنانين، فبالنسبة لك ازاي ده اثر على تجربتك ووصلك للموقف اللي انت فيه دلوقتي؟ انا كان اعتبر نفسي جد محظوظ لانه الوالد مطرب كبير في المغرب والوالدة فنانة رائعة وكبيرة في المغرب. استفدت منهم، I got inspired maximum، لأنه من وأنا صغير وأنا كنت أسمع الموسيقى في البيت وكنت أتفرج على المسرحيات. كنت بتغني وأنت صغير كتير؟ كنت أحب آلة الأورج. أوكي. والإيقاع. أوكي. يعني كنت أعمل لهم بالمصري دوشة زفة في البيت. ربي سبحانه خلق كل واحد في مكانه، على ما الساعة بانه تحكمتي فيا انا سامعه كل الكلام بالانجلش، وانت قضيت وقت في امريكا، ده يا ترى ده اثر على صوتك اللي احنا بنسمعه دلوقتي؟ اي ثينك انه هاد الاكسبيرينس العشر سنين اللي جلستها في امريكا اعطتني شويه واحد ديفرنت، يعني طريقه
تفكير ديفرنت موسيقيا. يعني ازاي open minded موسيقيين، يعني ممكن نستعمل دي سون اللي هما يعني أصوات من الهاوس ميوزيك أو من الهيب هوب ميوزيك أو من الموسيقى العربية القديمة أو من الهندية، أو يعني I don't have that close minded إنه لا لازم أستعمل بس this kind of sounds. لا يعني we're open minded، ممكن نبسط لغتنا لهجتنا، ممكن نعمل أشياء كثيرة. طيب آخر سؤال ليك، أنت سمعنا أن أنت المعلم ومدوخ البنات، يا ترى ده فعلا حقيقي؟ لا يو تيل مي، انا ما احنا قاعدين في الشوارع العربيه. انا جوه الدائره، انت برا الدائره، انت تشوفي. خلاص احنا قررنا ان انت مجنن البنات. انت ذا اللي كنت بمبارك سكتي بجاه توتي ما يدوش تلعب عليه العشره بعود شرها طر يكون راجل لورا. آخر طلب ليك، ممكن تسلم على محبينك على البرنامج كلهم، يعني مستنيين يشوفوك أكيد live in person. أوكي، تحية كبيرة للجمهور الكريم، الجمهور العربي، thank you so much على تشجيعكم. بالإشارة تعرف لف الحرارة، بضرب الإشارة تعرف لف الحرارة، انت بالحب عبارة خلي لا كل حيارة، انت عبارة خلي لا كل حيارة، واللي خلاك